الحب يهدم كل الحواجز، له كعاصفة هوجاء تهب على حديقة تقتلع كل الزهور القديمة لتنبت مكانها زهور جديدة مختلفة اللون والرائحة. إن كنت تحبني بهذا القدر فأنت تخيفني. أخيفك؟ عندما تفيض عاطفة الإنسان دون عقله غالبا ما تكون النهاية تعيسة. أين قرأت هذه الحكمة؟ إنها لفيلسوف هندي نسيت اسمه. حتما لم يعرف الحب ذلك الرجل، لو مر بهذه التجربة لقال: عندما تفيض عاطفة الإنسان دون عقله فذلك هو الحب الصافي. يا لك من فيلسوف. أصدق من فيلسوفك الهندي. هل تظنين أن قيس أحب ليلى بعقله؟ أبدا، لو كان الأمر كذلك لما حمل التاريخ قصة الحب تلك عبر الزمان كله.